قايمين بيها. تشكك مين اللي قايمين بيها؟ ايوه واخد فهمني طبعا. فهو كان خايف انها تبقى حاجه تاخد بعد ديني وغيره. فانا رحت له قلت له لا يا سيدنا، دول الشباب المصري مسلمين وأباض بكميات مهولة، هم اللي قايمين بهذه الثورة. فراح اعتمدها وراح مطلع بيان تأييد ليها. فهو كان متخوف شوية يعني، لكن قعد بعد كده طب قعد متخوف فترة طويلة. مفيش، لا بساعات، في نفس ساعات. اليوم يعني البيان على بتاعي بالليل كان مطلع البيان، كان مطلع البيان. طيب طب انت، انا يعني بسعد بهذه الشهاده منك، وبسعد اني بسمع صوتك، وبسعد ان انت استرديت ابتسامتك الحلوه، كانت خايبه عنا الفتره الاخيره ديت. ابتسامتك دي لما بتحصل الواحد بيحس ان الدنيا خير وان مصر فيها خير. بشكرك.